بحثا عن نظام صحي يلبي احتياجات المواطن العربي، يناقش وزراء الصحة العرب على مدار يومين إنشاء مركز عربي مرجعي للتحكم في الأمراض يعمل بنظام الوقاية الاستباقية بدلا من انتشار الأمراض وتفاقمها. بتطرق القرارات أيضا إلى إنشاء المركز العربي المعملي البحثي المرجعي على أرض مصر، وتم تخصيص أرض فعلا في مدينة بدر إنشاء هذا المركز المرجعي ليكون نواة للمركز التحكم في الأمراض. نعلم أن أمراض الفيروسات والميكروبات أصبحت عابرة للقارات وعابرة للحدود، فأنا الأوان أن يكون لدى الوطن العربي على أرض مصر مركز علمي مرجعي للتحكم في الأمراض. كل ذلك من أجل رسم صورة ناصعة للعمل الصحي العربي، وكذلك تعزيز الكفاءات العربية فيما بينها وتبادل الخبرات وبيان التجارب الناجحة في الوطن العربي. وعلى هامش المؤتمر تم تكريم عدد من الرموز الطبية العربية، ومنهم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، وذلك قبل افتتاح معرض المستشفيات العربية الذي يبحث عن كل جديد من أجل خدمة المرضى العرب. التجمع هذا ما في شك أنه يثري دائما ويربط العلاقات الأخوية بين الوطن العربي، ونستفيد من خبرات الآخرين. فما في شك أنا أتمنى المؤتمر هذا يدعونا دائما فيه، مش الجائزة، ولكن برضو عشان نشارك من الخبرات ونستفيد من الأخوة والدكاترة الموجودين. بداية جديدة لوحدة طبية عربية تعمل جاهدة لوقف انتشار الأمراض في كل الأقاليم العربية.